مشاهدينا متابعينا اينما كنتم، بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة البنك الاهلي والداخلية، معكم امير محروس للتعليق والوصف الدقيق على مباراة ضمن مباراة الاسبوع رقم 17 من مواجهات دوري نايل. تبدأ الان بصافرة الكابتن محمود ناصف حكما للساحة الداخلية على يمين استاد القاهرة، وعلى يسار هذا الملعب يتواجد البنك الاهلي، وبدأت المباراة. ودايما بنقول وعناوين بنطلقها على اي مباراة ايا كانت، البداية الجيدة هي نصف النهاية، واذا احسنت بداياتك ستبتسم لك مجريات المباراة. هي عناوين لابد من تحقيقها على ارض الملعب، ولكن المستطيل الاخضر لا يعترف باي شيء الا بادائك واهدافك وتسجيلك. ترجع كرة ومخالفة للداخلية على طول عند اللاعب ايهاب اللي بيلعب الكره على طول، ولكن تتخطف ترجع تاني. خطيره خطيره خطيره، مش ممكن، ولكن من على خط المرمى من جديد. عايز يعملها باكورد في الكره اللي فات، ولكن الكره بره الى ضربه مرمى. التهديد الاول الخطير من الداخليه، حاول يخطف. شوف الكره كانت عند ايهاب سمير، لعبها بالقدم اليسرى فوق الجميع لوحده تماما. معاذ الحناوي لوحده تماما، لعبها بشكل كويس، ولكن انقاذ رائع جدا من ايمن اشرف، منع الكرة قبل دخولها للشباك بلحظات معاذ، ولكن أيمن أشرف ظهر في مكان سليم وتوقيت سليم ورائع، ومنع الكرة قبل دخولها في الشباك. حاول يطلع فانوم ألفريد من اليمين، استلام هنا من فانوم ألفريد رقم 30، ولكن هنا كان في مخالفة. ترجع للبنك الأهلي، لعبت سريعا توصل في وسط الملعب. محمد هلال يلعبها على طول عند أسامة، أسامة فيصل، حلوة تمريرة خطيرة خطيرة خطيرة، مش ممكن في القائم. خطيرة الكرة اللي فاتت، ولكن كان فيها تسلل. ويتندسي، ورجعنا للتسلل. كانت خطيرة جدا الكرة اللي فاتت، وإن كان سبق بخطوة أو خطوتين كريم بامبو، وحط الكرة كده بسن الجزمة على طول، ولكن خبطت في القائم. الاختراق الأول وإن كان من تسلل. آدي الإعادة أمامنا من ناحية اليمين، محمد هلال صانع الألعاب، لعب التمريرة كان يقصد فيها إبراهيم، ولكن راح فيها كريم، والكرة خبطت في القائم ورجعت ل رايه وتسلل على كريم بامبو. ضربه حره غير مباشره لصالح الداخليه، زقها زقه جيده جدا. شوف الزقه اللي فاتت دي، اسامه فيصل، اسامه على طول عند ابراهيم، عرضيه فيها استعجال فيها تسرع شويه، عايز تبقى سريع بس بتلاقي نفسك متسرع. ادي الكوره بالراس، حلوه الكوره حلوه الكوره، خطيره. محمد مجدي من جديد، ابراهيم يشوط كوره تخبط في الدفاع، كانت في منتهى الخطوره الكوره اللي فاتت. كان ممكن كان ممكن البنك الاهلي يسجل الهدف، ولكن لولا تالق الدفاع وحارس المرمى على مرتين ابراهيم كاد ان يسجل. شوف الكوره اللي فاتت، ولعب التمريره من سعيد وسيمبوري، والتمريره كانت من ابراهيم بالراس، طلع حارس المرمى قفل كويس. مين لنادي البنك الاهلي عن يسار، عفوا للبنك الاهلي. استنى ونتابع. على فكره البنك الاهلي تاني اكتر فريق في دوري نايل تحصلا على ركنيات قبل المباراه دي ب 91 ركنيه، خلف الاسماعيلي 93 ركنيه. ادي الكرة اتلعبت، حلوة الكرة، ابراهيم يشوط كرة، حلوة الفكرة، حلوة الرأسية، خطيرة، مش ممكن جول. لا 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 لا، مش ممكن. أيمن أشرف يضيع كرة التقدم، مش ممكن. أنقذ هدف من الداخلية وضيع هدف للبنك الأهلي. ما تضيعش، لا تضيع، لو عدتها مليون مرة من أكثر من زاوية، وأي لاعب موجود في المكان ده ما يضيعهاش، مش ممكن يا أيمن يا أشرف. لا لا لا، بقدمك اليمنى كان ممكن تسجل، بقدمك اليسرى كان ممكن تسجل. دي كرة أيمن أشرف اللي ضاعت. يعني شوف الزاوية دي توضح لك قد إيه الكورة كانت قريبة، مش ممكن. لا 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 لا، مش ممكن. كرة ترجع لأبو جبل تاني، والكورة ليعقوبه لابسة، دي ممكن لو مشي تبقى خطيرة، لو قدر يستلمها يا سلام. أدي الكورة الانطلاقة، خطيرة خطيرة. يطلع محمد مجدي بتركيز كبير، يطلع محمد مجدي، وإن كان تردد قليلا في خروجه من المرمى، ولكن قدر يطلع وينقض على الكرة. بلا شك كانت خطيرة. أوه خطر خطر هنا. هو هل فيها، هل فيها ضرب جزاء؟ اللعب مكمل ومطالبات، خطأ فردي من خط الدفاع، وكرة وادي لاعبي البنك الاهلي رايحين يتكلموا مع حكم اللقاء. خطأ فردي من عماد في عملية الابعاد والتمرير، واستغلها محمد هلال كادة يعني. شوف شوف الإعادة، شوف الإعادة. أدي أحمد عماد كان معاه الكورة، إزاي أخطأ وإزاي محمد هلال؟ هل فيها ضربة جزاء؟ نسيبها لحكمنا والحكام الفار. وأدي الكورة من زاوية أقرب، من زاوية أقرب لمسها محمد هلال قبل ما يلمسها حارس المرمى. شوف حكم اللقاء هيحتسبها ولا لأ؟ طبعا له القرار الأول والأخير حكم الساحة بعد العودة والنظر للكرة
من أكثر من زاوية، والتركيز الكبير والوصول للقرار السليم. هل ضربة جزاء ولا المباراة تكمل من غير ضربة جزاء؟ خطأ من خط الدفاع، ويعني لحظة سرحان شوية كده من دفاع الداخلية من أحمد عماد. آدي الكورة بيشوفها حكم اللقاء وبيتكلم حكام الفار وبيراجعوا الكورة ومتابعة اللقطة في الإعادة. آدي الكابتن محمود ناصف، هل هيحتسبها ولا هيقول لأ؟ آدي الكابتن محمود ناصف بيقول ضربة جزاء لنادي البنك الأهلي بعد تدخل من محمد مجدي وملمسش الكورة، ومحمد هلال هو اللي لحق الكورة. وضربة جزاء خامسة للبنك الأهلي هذا الموسم. البنك الأهلي يتحصل على ضربة جزاء بعد العودة للفار ومراجعة الكرة وإنذار على محمد مجدي حارس المرمى. أعتقد هو اللي خد الإنذار، هنتأكد دلوقتي. إنذار مظبوط على محمد مجدي حارس المرمى بعد تدخله على اللاعب محمد هلال. ضربة جزاء، والبنك الأهلي يبحث عن هدف التقدم من علامة الجزاء. وسجل هذا الموسم البنك الأهلي ضربة جزاء وحيدة، ضربة جزاء وحيدة، تخيل. يعني تحصل على 4 ضربات جزاء، سجل واحدة منهم بس وضيع 3. دي ضربة الجزاء الخامسة للبنك الأهلي. نستنى ونتابع، هل يقدر يسجل البنك الأهلي؟ مين اللي هينفذها؟ هل هو محمد هلال ولا مين؟ محمد هلال مظبوط، هو اللي تحصل على ضربة الجزاء، هو اللي هينفذها. مباراة داخل مباراة ما بين محمد مجدي ومحمد هلال. نظرات، تركيز، تقدم، تنفيذ، لعب كرة بالقدم اليمنى. الله 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 الله، على طريقة جورجينو يسجل الهدف الأول للبنك الأهلي عن طريق محمد هلال، عن طريق ضربة الجزاء. محمد هلال هو اللي تحصل عليها، هو اللي أجاد استخدامها وإيه استغلالها، ويسجل الهدف الأول للبنك الأهلي. هدف منطقي، بنطلق عليه الهدف المنطقي، نتيجة استغلال الفرص والاستحواذ على الكرة والخطورة المتتالية. يسجل محمد هلال الهدف الأول للبنك الأهلي في هذه اللحظات في دقيقة 40، والهدف الأول. سلام على لعب الكرة بالقدم اليمنى بهدوء كبير جدا. يسجل ضربة الجزاء على نفس طريقة جورجينو الإيطالي، على نفس طريقة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، على نفس طريقة اللاعبين الكبار، على طول تثبيته كده ولعب الكرة بالقدم اليمنى. في قطف الكرة من قدامه بالراس، ترجع تاني، لمسة، محاولة رد الفعل خطيرة خطيرة. فارم ألفريد، أدي التعادل، أدي التعادل يا راجل يا راجل، مش ممكن. لا 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 لا، دي تسددها برجلك اليمين وخلاص تروح تحتفل، مش ممكن. كرة هدف حقيقي محقق للداخلية يضيع، كرة هدف محقق لفانوم ألفريد تضيع، مش ممكن. هل رد الفعل، هل يعاقب البنك الأهلي كريم بامبو؟ ولكن في إيد حارس المرمى، دي بوش رجليك برضو يا كريم، مش ممكن. أدي عادة ضربة الجزاء الجميلة، ضربة الجزاء الجميلة. في لاعبين كده بيلعبوا ضربات الجزاء بيمتعوك وهم بيلعبوا ضربات الجزاء بطريقتهم. شفنا كمان لو فاكرين ضربة الجزاء الشهيرة بتاعت ميسي وسواريز ونيمار. معها هنا ضربة المرمى، صفارة نهاية الشوط الأول، صفارة الكابتن محمود ناصف نهاية الشوط الأول. تقدم البنك الأهلي عن طريق محمد هلال من ضربة جزاء في الدقيقة 41. أعزائي المشاهدين لا تذهبوا بعيدا، الصراحة قصيرة ثم نعود. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لتشكيلة الداخلية كده بقى، عندك طرف شمال وطرف يمين ممكن توظفهم في المركز ده. ينزل إسلام عبد النعيم وأشرف بالقاسم، ويخرج مع احمد عماد. اقول لكم مين تاني المغادرين بالنسبه للداخليه. من ناحيه اليمين ابراهيم حسن مع الكوره، يطلع له وتسديده خطيره جدا بالقدم اليسرى ولكن خارج ارض الملعب. صاروخ من ابراهيم ولكن الكوره خارج ارض الملعب بالقدم اليسرى. دي شكلها كده تشوفها وانت بتتفرج عليها تحسها رايحه للشبكه، تحس كمان شكلها حلو. شوف التسديده، اوه، ولكن بيتضح لك عزيزي المشاهد ان هي بعيده، والكوره بره لضربه مرمى. أمامية الكرة، ترجع تاني قعود، يلعبها في اليسار أسامة، سلام من أسامة، يطلع مدبولي من اليسار. أول لمسة، أول لمسة أحمد مدبولي مع، يا سلام يا سلام، الله 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 الله، لسه الخطر مكمل. تسديدة خطيرة جدا من النادري، كاد أن يسجل التاني. مدبولي نشط المنطقة الأمامية من ناحية الشمال، عدى بشكل كويس. يا عيني على المرور ويا عيني على الجمال. شوف الكورة، شوف الكورة يمين شمال والمرور في اليسار. أوه أوه أوه. والكورة اتلعبت بعرضية وطلع على طول حارس المرمى، ومن جديد النادر شاط الكورة بالقدم اليمنى ولكن الكورة بره. شوف المرور الجميل، يا سلام
يا سلام على الجمال، الحاجات دي اللي تخليك تقول الله. والكورة إسحاق يعقوب لسه، والكورة هنا، تشتيت موجود على مرتين عماد. يا ثقتك يا هدوءك يا تركيزك. والكرة بره الى رامي التماس، ومعاها صافرة النهاية من الكابتن محمود ناصف، نهاية المباراة، فوز البنك الاهلي بهدف دون رد عن طريق اللاعب محمد هلال في الدقيقة 41 من علامة الجزاء في الشوط الاول. البنك الاهلي يرفع رصيد النقطة رقم 18 ويتجمد رصيد الداخلية في المركز الاخير برصيد 9 نقاط. اعزائي المشاهدين، كنت معكم امير محروس، ونلتقي باذن الله في قادم المباريات. اما الان فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.